وهي كيف ما كنقولوا هي ديربي نهائي قبل الاوان، وديربي ديال شمال افريقيا، يعني مقابله القمه بالنسبه لهذا الكان. هي احسن ما كاين في الكان كيف ما كنقولوا، اللي هي 90% الفائز فيها يقدر يكون هو الفائز بهذا الكان. هذا وجهه نظر ديالي، لان ربما 90% الفائز بهذه المقابله والمتاهل منها هو اللي غيكون بطل هذه النسخه. وهي ما بين الانديه العربيه وحتى المنتخبات راه كتعرف واحد الحساسيه بزاف. هذه المقابلات مثل هذه المقابلات كتاخذ واحد الطابع خاص، يعني الضغط النفسي قبل من كيف ما كنقولوا من المواجهه، يعني ما كتبغيش تخسر نظرا للتنافس ما بين هذه المنتخبات. قمه هذه المقابلات عندها خصوصيات ديالها، اللي خاسر فيها كيبقى كيف ما كنقولوا الضغط عليه بزاف، وحتى الفائز كينتشي وقت طويل كيبقى منتشي بانتصار ديالو. هذه هي الخصوصيه ديال هذه المقابله. ولكن من الجانب الكروي ما كتقدرش تحسم في النتيجه او لا تكهن بها، لانها كيف ما كنقولوا ما كتعتمدش على السبق في الفوز او لا عدد الانتصارات هذا المنتخب على سبيل المنتخب الاخر. يعني كتاخذ الجانب الكروي والاستعداد الذهني هو اللي كيفصل في بحال هذه المقابلات، لانك كتلعب على جزئيات بسيطه. يعني كيف ما كنقولوا هدف السبق يقدر يحسم في اسم الفائز بنسبه كبيره، يعني الا سبقتي هدف صعيب منتخب اخر يرجع، لان كنعرفوا القيمه ديال هذه المقابلات ما بين المنتخبين حتى ما بين الجماهير، يعني كتاخذ واحد المنحة كبير والفوز فيها كيعطي واحد القيمة كبيرة. وهو مطلب أكثر من أنه رسالة، لأنك تمثل القميص الوطني والعلم الوطني، عليك بتأدية الواجب ديالك بتفاني، يعني يكونوا مقاتلين 11 مقاتل بغينا تكون داخل الميدان على المستوى الكروي ليشرف القميص الوطني. واي واحد غادي يكون كيف ما كانوا يقولوا بقدر المسؤوليه مرحبا به في المقابله اللي ديال غدا ان شاء الله، اللي هي مصيريه، اللي هي تقدر تكون بدايه جيل، ويقدر يتذكر بالخير في هذه النسخه ويقدر يفوز بها. لانه شفنا كثير من المفاجات وكثير من الامور الغريبه، لان كان المنتخب النيجيري مرشح فوق العاده، خرج بواحد الطريقه اللي اكبر المتشائمين ما توقعهاش. يعني ما تقدرش تحكم في بحال هذه المقابلات، وتقدر تكون هي بنايه جيل، وتقدر تكون هي دمار جيل باكمله، لان هذه المقابله كيفاش كتلعب على الجانب النفسي والجانب الذهني هو اللي كيسيطر لك. تواجد ذهنيا تقدر تكون منضبط ذهنيا، وكنعرفوا كيف ما كنقولوا الخبط الكروي عند المنتخب المصري، لانه متمرس بحال المناسبات، يعني في هذه الكؤوس، لانه هو كبير المنتخبات الافريقيه على مستوى الفوز بهذا الكاس. كنتمنوا المنتخب الوطني يبقى مركز على هذه المقابله، ويبقى مآمن بالحظوظ ديالو، ويبقى مآمن بهاد الناس اللي وراه اللي كتسنى فرحه ان شاء الله من صفيره الحكم اللي يكون فيها فوز المنتخب الوطني ماشي العكس. وهي ما غاديش يكون فيها اهداف كثيره، لان ربما اذا كان المنتخب الوطني سباق للتسجيل يقدر نشوفوا اهداف. المنتخب المصري الى سبق الهدف ما غادي يكون قانع بهذا الهدف، لانه غيلعب عليه. وكنتمنوا ان شاء الله المنتخب الوطني ما يتباغتش في الدقائق الاولى، لانك صعب ترجع في الماتش، لان شفنا المنتخب الوطني ما لعبش تحت الضغط في طيله هذا الكان، ما لعبش تحت ضغط حقيقي، وما لعبش مع سميه حقيقيه على المستوى الافريقي. نتمنى هذه هي المناسبه باش نوقفوا على جاهزيه هذا المنتخب، وكيف ما كنقولوا مدى حقيقة قوة هذا المنتخب من مدى نفخه إعلامياً.